هناك البحر، هناك لبنان، هناك سوريا، وهناك الأردن، وإحنا هينا بالنص. هذا الشغل اللي أخذنا يمكن 7 سنين نعمل الفيلم، واشتغلت كتير مع الكورايتر نادين ناوس لبنانية فلسطينية، ومع الأديتر جلاديس جوجو لبنانية. كتبنا مع بعض وصورت ورجعت على المونتاج، وبعدين رجعت كتبت. انه كل هذا اخذ كتير وقت انه افهم بالضبط كيف بقدر احكي القصة الشخصية والقصة الجماعية بنفس الوقت. واهم شيء كان لي انه اقدر ارجع لكل نساء العائلة قصتهن بطريقة جدية. يمكن شايفة هاي انتي الصغيرة مع ستة ام علي، وهي انا وهي امي. دي تصور ب 2018، ومن 2018 لقبل شهرين كنت اشتغل على الفيلم، يعني اخذ يمكن 6 سنين. بس صرت يعني بديت افكر فيه يمكن ب 2017 لما كنت ادور مع اول فيلم تبعي، فيلم وثائقي جزائرهم. عشان لما عملت اول فيلم وكنت ادور بالمهرجانات، في كتير ناس كانوا يسالوني بس رح تعمل اشي على عائلتك بفلسطين، وكنت اقولهم لا بالمره اسا صعب، يعني موضوع اللي شوي صعب علي وبفكر بدي اعمل اشي تاني. بس صرت افكر بالموضوع وحسيت انه هذا اشي يمكن طبيعي انه اكمل بهذا الاتجاه. كان مهم الي احكي اول شيء قصه النساء بعائلتي، بس كمان هن نساء بعائلتي بس كمان نساء فلسطينيه. ولا مره فكرت انه بدي اعمل فيلم على فلسطين او على قصه فلسطين، بس كان مهم الي انه نفهم تجربتهن الشخصيه بس بالقصه الجمعيه، يعني الكونتكست التاريخي. وعشان هيك لما كنت أشتغل دايما كان عندي الجهة الشخصية والجهة الجمعية اللي كنت أجرب أخلط بالكتابة وبالتصوير. وعشان هيك يعني جربت كتير أشياء. لما كنت أصور بالأول كنت أعمل انترفيوز، وبعدين استعملت صور وأرشيف، إنه كمان بقصة اللي مش كاملة كنت أدور على كتير، يعني كان زي بازل كبير اللي كنت أجرب أجمع مع بعض. كنا نروح كتير لما كنت أصغر وبطلنا نروح، وللفيلم رجعنا نروح مع بعض عشان دايما صعب لست نروح لهناك. يعني لما منروح على طبرية دايما بدها تروح، بس قبل ما نوصل بتبدأ تبكي وتفكر بكل قصتها، يعني دايما كتير صعب عليها. بس عشان هيك كان مهم لنا نروح مع بعض وأصورها بهذا المحل عشان أقدر أرجع لها الذاكرة تبعتها بهذا المحل اللي بطل فيه ذاكرتها بالمحل. بفكر أصعب شيء في كتير خوف لما بديت أشتغل على الفيلم، خوف إنه أوجع العائلة، وخوف كمان إنه أحكي قصة فلسطين عشان دايما في ناس اللي كتير في عنصرية للفلسطينيين اللي وعنف كمان اللي صعب. بس بنفس الوقت الميشن اللي كنت أحس إنه لازم أحكي هدول القصص، والحب اللي عندي لكل النساء بالعائلة كان أقوى من الخوف، ودايما كنت أجرب ما أفكر بالخوف وأكمل لقدام.